معنا على الهاتف محمد الشيخي مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي في حق الرد على تعليق الصحفي والزميل تركي السهلي بعد مشاهدته للثلاثة أهداف التي سجلها فيكتور سيموس. مساء الخير محمد. مساء الخير عليك أستاذ تركي، ومساء الخير على الزميلين العزيزين الأستاذ السلي والأستاذ سامي. وأعتقد أنه أنا أقول أنه ربما يعني الكلام اللي أنا قلته البارح حق تركي السهلي هو تفلتل بعض الشيء، أو هو ردة فعل سلبية بدليل كلامه اليوم اللي ذكره اليوم عن فيكتور سيموس، وهو كلام طبعا غير منطقي بدليل أنك أنت محب للزملاء أيضا للسادة المشاهدين، فهو تحول مادة للتصريح. كونه يقول انه الهدف الثاني او الثالث هو هدف اطرش، فاعتقد انه هذا الكلام هو يحمل فكر اطرش بالنسبه لسمير تركي، وبالنسبه ايضا لحديث السابق امتداد لحديث السابق عن اللاعب فكر انه لاعب عضلات. فانا عندما تحدثت وقلت انه الزميل تركي ليس خبيرا فنيا وانما يمكن ان يكون خبيرا في المصارعه الحره، لم اتي بهذا الكلام من فراغ بدليل هذا الفكر الخاوي أو هذا الحديث الخارج عن النص والذي يتنافى أيضا مع المنطق والعقل. أنا تكلمت البارح بلغة الأرقام وقلت أنه اللاعب في سجل أكثر من 40 هدف مع الأهلي، العام الماضي كان ثاني هدافين الدوري، الموسم هذا الآن متصدر هدافين الدوري بسبع أهداف. أعتقد أنه أهداف فيكتور الحارقة أحرقت حتى تركي السهلي بدليل أنه اليوم انفعل وقام يتداخل بكلام غير منطقي، وهذا الكلام لا يقلل لا من فيكتور سيموس ولا من الإدارة الأهلاوية التي أتت مشكورة باللاعب فيكتور سيموس، وهو مكسب كبير للدوري السعودي وللجماهير الأهلاوية المتعقلة الرزينة التي تعني دائما الجهد الكبير المبذول من قبل الإدارة الأهلاوية ومن قبل أعضاء الشرف والذين يأتون دائما بأبرز اللاعبين. فأعتقد أنه هذا الفكر الخاوي لا يستحق أن نحن نرد عليه ولا نجاريه أبدا، لأنه في الأهلي رجال يعرفون ماذا يفعلون، وأيضا نحن نعرف إمكانيات لاعب فيكتور سيموس، وأعتقد مثل ما قلت أنه أهدافه الحارقة أحرقت حتى أو استفزت بعض الإعلاميين، وربما هي لسعت فرقهم بدليل هذا الفكر الخاوي أو هذا الفكر الأطرش الذي يتحدث عنه. أنا لم أكن يعني أود أن أتحدث بهذا أو بهذه اللغة، لكن زملاء أيضا لديك وأنت أيضا كصحفي متعقل وكصحفي رزين أيضا رديت عليه بأنه هذا الكلام أيضا كلام غير منطقي وغير مقبول من إعلامي. أنا أعتقد أنه لا يستحق أيضا أن يكون إعلامي. لا معلش يعني لحظة محمد اسمح لي. أنت لما تحدثت عن فكرة تحدثت عن رأيه، وهذا اسمح لي محمد أنت تحدثت عن رأيه وتحدثت عن فكرة وحق الرد احنا عادة ما نجادل فيه، نترك للناس حق الرد كما تريد. كلامي البارح انا عارف. خليني اوضح لك النقطة محمد، انا ما قاطعتك اسمح لي بس فيها جزئية. نعم. انت رديت على رأيه ورديت على فكره وحديثه، وهذا موضوع بالنسبة لنا متاح للجميع، هذا حق الرد لكل من يرغب في حق الرد. ودليل انك انت ايضا سخرت من كلامه. لا 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 انا ما سخرت معلش محمد، انا قد اقبل رايه وقد ما اقبل رايه، لكن انا لا اسخر لا من راي احد ولا من احد. مساله انه كان واضح انه كلامه غير منطقي ما يخالف المتعقلين لديك ايضا محمد على محمد ذكر يعني ذكر انه اللاعب فيكتور لاعب هداف ومن طيب. افضل اللاعبين. انا بس اوضح نقطه محمد. نعم. انه لك حق الرد كاملا في البرنامج لكل الناس، لك حق انك ترفض. نعم. راي اي صحفي وتقول هذا الصحفي اسوأ صحفي واسوأ كاتب، هذا بالنسبه لنا يعني الحديث في الراي او الحديث فيما يقدم. نعم. لكن انه والله ما يستحق اعلامي او انه يعني ما ودي انه البرنامج يتحمل ويشتهر يعني انا يتحمل هالمفردات بس اذا تسمح. لا معلش انا بتذكر كلامه، والكلام هذا موجه للاعلاميين والباحثين عن الشهره. يعني مثل تركي السهلي يبحث عن الشهرة، يعني إعلامي غير معروف يبحث عن الشهرة ويحاول قدر الإمكان أن يجدها من خلال نادي كبير أو من خلال لاعب كبير مثل فيكتور سيموس، صح ولا لا الكلام هذا؟ أسمعك محمد. أي أنا أتكلم عن النقطة هذه. وأنت يمكن توافقني الرأي والزملاء، بعض العينات من أمثال هؤلاء الإعلاميين يبحثون عن الشهرة، هذه الشهرة لا تأتي إلا من خلال نادي كبير أو من خلال لاعب كبير. فهو هذا الطرح ربما استفز كلامي البارح، وانا اقول له صراحه يعني اسف جدا اني انا استعمل هذه اللغه، ولكن هو يستحقها بامانه.
محمد الشيخ المدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، شكرا جزيلا لك. احنا بس قبل ما نروح للفاصل أبغى أوضح نقطة مهمة في مسألة حق الرد. حق الرد احنا دائما نقول لمن أراد أن يعلق على أي موضوع يخصه، البرنامج مفتوح للجميع وهذا حق مكتسب للجميع. الرد على الآراء، الرد على وجهات النظر أيضا يعني هذا أمر حق مكتسب للجميع، لكن أي شيء يعني نحس احنا او نشعر، وممكن نكون غلطانين في شعورنا بس انه هذا شعورنا، وقت ما نحس الامور جنحت الى اشياء شخصيه نحاول نوقف صاحب الرد او صاحب حق الرد ونوقف الموضوع. استاذ محمد الشيخي طلب يعلق على راي تركي السهلي، لا يرى تماما انه راي تركي السهلي منطقي حقه. تركي السهلي يشوف انه فيكتور ما هو لاعب جيد حقه، مسلي المعمر قال اتفق مع تركي بس اضيف انه لاعب ممتاز وهداف وما له حل. سامر يوسف راى انه فيكتور سيموس لاعب ما يحتاج أي صحفي أن يقيمه. هذه كلها آراء تقبل الأخذ وتقبل الرد. برنامج كورة هو للجميع وحق الرد مفتوح للجميع. أرجع لك سامي بس خلينا نروح الفاصل قصير بعده ونعود.